العدالة في الدستور أو العدالة والدستور. فاخترت الأوسع خاطري يعاب علي كون عندي طبع توسعي فانسجمت مع طبعي، لذا العدالة والدستور. قال أحد النواب في مجلس الوزراء التأسيس عند افتتاح مناقشتي باب السلطة القضائية في الدستور أن هذا الباب يشكل دستور الدستور. ولا أرى في هذا الرأي مغالاة، فلا انتقال ديمقراطي ولا حريات ولا ديمقراطية دائمة بدون قضاء مستقل وكافر للعدل. إن القضاء هو العمود الفقري لدولة القانون لتاد دروا، وهو مفهوم يستوعب مفهوم الديمقراطية، إذ يتكون من ثلاثة أعمدة. أولها، لن أقول فيها كلمة أمام الأستاذ هيك المحفوظ، وهي الحوكمة الرشيدة لبون غوفيرنونس. العنصر الثاني هو قانوني سياسي ويتكون من الحقوق والحريات العامة والخاصة، وكذلك المبادئ الديمقراطية، الدولة المدنية، الفصل بين السلطات والتوازن بينها، التداول السلمي على الحكم، الانتخابات الحرة، المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات، العدل بين الجهات، التعددية، حياد الإدارة وما شابه ذلك. العماد الثالث والأخير هو القضاء، بما يعنيه من قضاء مستقل ومسموع ونافذ يفرض احترام الهرم التفاضل للقواعد القانونية، وبخاصة إن احترام الدستور من قبل القانون بواسطة القاضي الدستوري، إلى جانب احترام القرارات الإدارية، أعمال وقرارات رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، الوزراء، رؤساء المؤسسات العمومية، الولاة، رؤساء البلديات، احترامها للقانون وأحيانا، وهذا ما قاله الشيغازي وأساطيره، للدستور بواسطة القاضي الإداري. وهذا التصور يقارب مضمون الفقرة الثالثة من التوطئة، توطئة الدستور. وعليه وإن لم تتعرض هذه الفقرة صراحة ولم تعلن مفهوم دولة القانون، فإن الفقرة المذكورة احتوت تقريبا على كامل مضامين دولة القانون. وهذا أمر جوهري ويساعد وظيفيا لتيتي فونكسيونيل، ويساعد وظيفيا القضاء للتقليص من قساوة بعض النصوص سواء كانت جائرة الإجراءات أو فاسدة المضمون. لا سيما أن الفصل 545 من الدستور اقتضى أن توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه. وبصرف النظر عن الفوائد الأصلية والذاتية لمفهوم دولة القانون، فإنه سيساعد بالضرورة على التخلص نهائيا إن شاء الله من الدولة الشرعية لتاليغال، المبنية على التطبيق الآلي للنصوص من قبل كامل السلطات بما فيها القضاء، وإن كانت هذه النصوص مخالفة للدستور أو للقانون، أو حتى إن كانت مغتصبة لحقوق الأفراد وحرياتهم، أو خارقة للمبادئ الديمقراطية التي سبق عرض البعض منها. وقد أدت الدولة الشرعية إلى نظام التمييز العنصري بجنوب أفريقيا، والنازية في ألمانيا، والفاشيزية في إيطاليا، واغتصاب الشعب الفلسطيني من قبل الصهيونية، وصولا إلى النظام النظامي. إن مفهوم العدالة لجوستيس يتكون من عنصرين، عنصر شكلي أي المحاكم والهيئات القضائية، وعنصر مادي، قضاء عادل ومنصف ونافذ، قضاء يقول الحق ويحمي الحريات والحقوق، قضاء سيساوي بين الناس، قضاء يراعي عدم التوازن بين السلطة العامة والفرد. ما يلاحظ في الدستور أن القضاء لا ينحصر في الباب الخاص به، أي الباب الخامس وفي 23 فصل من 102 إلى 124، بل هو منتشر في عديد الأبواب الأخرى وحتى بالتوطئة. من ذلك أن القضاء الإداري ورد في الفصل 142 حول تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية، وأن القضاء الدستوري ورد في الفصل 26 التعب في قانون المالية، وكذلك في الفصل 80 التدابير الاستثنائية، وثالثا في الفصل 84 شهور منصب رئيس الجمهورية، وأخيرا في الفصل 101 التي أشارت إليه صديقتي سلسبيل التنازع في الاختصاص بين رؤساء السلطة التنفيذية، مع الإشارة أن التوطئة أقرت في نفس الفقرة المحمودة الفقرة الثالثة مبدأ استقلالية القضاء، كما تضمنت الأحكام الاستقلالية عديد الفقرات التي تهم السلطة القضائية. وإن كانت مداخلة أستاذ عياض بن عاشور تصب في هذه الخانة، لكني مجبر بمناقشتها عرضيا لأننا عالمون بخلفيتها، فضلا عن أنها تتقاطع مع موضوعي. إن منظومة العدالة بعنصريها الشكلي والمادي تشكل منظومة معقدة، سيستم كومبليكي ومركبة، سيستم كومبليكس،
وعليه فإننا نرى أن الدستور ضروري لبناء هذا المستقل الجزء الأول، لكن الدستور غير كاف لوحده لإرساء العدل الجزء الثاني الجزء الأول. لأن كانت القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة وملزمة جينيرال ابستراكت اوبليغاتوار، فإن القاعدة القانونية هي أولا نتاج لميزان قوى رابور دو فورس معين في وقت محدد. فإنه من المفارقات أن تحصل البلاد على دستور يتضمن أهم الضمانات الهيكلية والفردية لإرساء الضمانات الهيكلية والوظيفية لإرساء قضاء مستقل، والحال أن الكفة في المسألة التأسيسي تميل بصفة جلية لصالح أغلبية معززة ومريحة من اليمين المحافظ وبعضه من اليمين المتطرف، وأغلبية هذه الأغلبية لها جذور دينية قوية وجلية. هذه المحصلة المعاكسة للمنطق هي ناتجة عن دفاع الأقلية بالمجلس، وكذلك عن الدفاعات الخارجية وهي جمهور القوى الحية بالوطن، القضاة، الخبراء والإعلام والمجتمع المدني وعلى رأس الاتحاد العام التونسي للشغل. وكانت دفاعات شرسة مشبكة وفاعلة. وتفريعا عليه، وبما أن الأمور بخواتيمها فقد كانت الضمانات الهيكلية مقبولة الفرع الأول، فيما كانت الضمانات الفردية كافية الفرع الثاني. الضمانات الهيكلية المقبولة يتكون المجلس الأعلى من ثلاثة مجالس عمودية قطاعية، مجلس أعلى إداري مالي وعدلي، إلى جانب مجلس أفقي وعام والجلسة العامة المجالس الثلاثة، وتتطابق التركيبة في المجالس الأربعة ثلثين من القضاة وثلث من غير القضاة، والثلثين من القضاة أغلبهم معينين، والثلث المتبقي يتكون من غير القضاة وحسب النص من المستقلين ومن ذوي الاختصاص. وتكون العضوية لكل المنتخبين لولاية واحدة ست سنوات لا غير. ويتمتع المجلس الأعلى طبق الدستور بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام البرلمان وبالتحديد أمام اللجنة المختصة. وتختص المجالس القضائية الثلاثة بالبت حصريا في المسار المهني، كل مجلس قطاعي يبت في الحياة المهنية للقاضي، وخاصة الترقية في الخطة وفي الرتبة والنقلة. وتبت كذلك هذه المجالس في ملفات تأديبية للقضاة وتقرر سياديا العقابات المستوجبة. أما الجلسة العامة فهي تسهر على حسن سير القضاء وعلى استقلاليته، ولذا فإنه يجوز لها اقتراح النصوص الإصلاحية كما تستشار وجوبا في مشاريع ومقترحات القوانين ذات العلاقة. وأعمالا لمبدأ الشفافية يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يتم نشره، كما تتم مناقشته في البرلمان في جلسة عامة مع المجلس الأعلى للقضاء، وهو استثناء لمبدأ التفريق بين السلطات، ونراه استثناء محمودا لما يمثله من تواصل بين السلطتين التشريعية والقضائية ومن فوائد مشتركة للاثنتين. في الخلاصة، وإن كانت هناك بعض النقائص التي لا يمكن تلافيها حصل ما في الصدور، مثل حالة غير القضاة الذين يبتون في ترقيات أو تأديب القضاة، وهو أمر غير مقبول لأسباب موضوعية وليست لأسباب ذاتية، أي روح الانتماء للسلم. لماذا؟ لا أرى نفسي قادرا، وإن كنت قاضيا إداريا، على البت في ملف ترقية أو تأديب قاض مالي لعدم دراية بكفاءته وبحسن تواصله وبمستواه المعرفي والفني والأخلاقي، وكذلك بنواميس قضائه المالي وأخلاقياته. مسألة مبدئية يستحيل أنا أعرف تصير فيها مشاكل. ورغم نقيصة ثانية وهي حالة السهو أو التغافل عن إيجاد جسر تواصل هيكلي وعضوي بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، وذلك بإدراج عضوية هذا ما كان مستوجب، إدراج عضوية واحد من هذه المحكمة من القضاة وآخر من غير القضاة بالجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة، بهدف ضمان نقل فلسفة القضاء الدستوري وروحه إلى بقية الأقضية أي العدلي والإداري والمالي، فضلا عن فوائد لم يشمل كامل فروع السلطة القضائية بما تمثله من هرمية. إذا رغم بعض النقائص
فإن التنظيم الهيكلي للقضاء يعد مقبولا ومرضيا خاصة من جهة إسناد السلطة التقريرية للمجلس على القضاء وتمكينه من الاستقلال الإداري والمالي، ومن جهة أخرى لإبعاد السلطة التشريعية وخاصة السلطة التنفيذية من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وأخيرا انفتاح تسيير السلطة القضائية لغير القضاة وخاصة لأساتذة القانون والمحامين والدعم هيكل، وهم عين خارجية ستقدم حتما الإضافة سواء كان بالعلم أو بالأخلاقيات أو بالنقد الخارجي. ويشكل هذا الانفتاح التلاقي المحمود والمؤسساتي بين الفقه والقضاء. Donc c'est la bonne rencontre institutionnelle entre la doctrine et la jurisprudence. الفرع الثاني، ضمانات وظيفية كافية. إن الضمانات المساعدة للقضاة عند أداء وظيفتهم تعد كافية وقريبا جدا من معايير الدولية. فالقاضي بشريحة الدستور مستقل لا سلطان عليه في قضائه غير الدستور، كما أنه يتمتع بالحصانة ويكون مساره المهني الترقيات والنقل الأساس، وكذلك تأديبه خاضعين لمجلس القضاء المختص، ولا ينقل القاضي إلا برضاه. تبقى بعض الإشكاليات سنطرحها لاحقا خاصة فيما يتعلق بالوظائف السامية والإعفاء. الجزء الثاني، الدستور غير كاف ليساء العام. نرى أن تحقيق العدل مرتبط بعدة مخاطر ومؤثرات، ومنها على وجه الخصوص النصوص التشريعية فرع واحد، والرقابة الدستورية التي تخضع لها عند هذه النصوص فرع اثنين. الفرع الأول، مخاطر القانون. إن عديد الفصول في الباب المتعلق بالسلطة القضائية تتطلب لأعمالها إصدار قوانين في الغرض، كما أن هذه الفصول تتطلب تأويلات مختلفة إن لم نقل أنها حمالة أوجه أمبيفالونت، وعليه وجب الحفظ من داخل البرلمان ومن خارجه على أن تكون هذه القوانين منسجمة مع عبارات الدستور وروحه التحررية والمدنية والديمقراطية. ذلك أن الرهانات مصيرية وستحسمها السلطة التشريعية، وعندها جاز القول قياسا على القول المأثور الشيطان يكمن في التفاصيل لو ديابل ايتون لي ديتاي، عندها جاز القول أن الشيطان يكمن في القانون مع اعتبار كون الملاك يسكن الدستور. فالمشرع مجبر بمقتضى الدستور على التدخل على الأقل لتحديد نسبة القضاة المنتخبين في المجلس العام وكيفية تعيين غير القضاة، وكذلك لتحديد صور إعفاء القضاة إلى جانب تحديد الوظائف القضائية العليا، وأخيرا السياسة الجزائية. هذه مفاهيم موجودة في الدستور وبالضرورة يتوجب إصدار قوانين. ولئن كانت سلطة المشرع مقيدة بالتدخل فإنه يتمتع في المقابل بسلطة تقديرية في مضامين القوانين التي سيصدرها، وعندها سيتعرض بالضرورة إلى ضغوطات خارجية لأن الحراك الثوري ما زال قائما والانتقال الديمقراطي لا زال متواصلا إلى حين الانتخابات من أجل سلطات دائمة، وإلى حين إصدار تشريعات جديدة تحت عين القاضي الإداري الدستوري في مجال تنظيم وسير كافة الأقضية وبخصوص القوانين الأساسية الجديدة المنتظرة لجميع أسلاك القضاء. أنا قانون المحكمة الإدارية تصور شو يلزمهم؟ قانون يتعلق بالتنظيم والسير والإجراءات، وقانون آخر قانون الأعضاء نتاع المحكمة. وتفريعا عما سبق، وبما أن استقلال القضاء وإرساء العدل يتشكلان من جملة من التراكمات والمحطات النضالية، فإنه على القضاء وهيكلهم أن يناضلوا من أجل الحصول على أقصى نسبة من المنتخبين في المجلس الأعلى للقضاء، ومن أجل أن يكون غير القضاة من الجامعين في القانون من غير المحامين، ومن المحامين المتقاعدين بغية تجنب تضارب المصالح والمجاملات والإحراجات. وعلى القضاة كذلك أن يناضلوا من أجل التقليص من عدد الوظائف القضائية السامية لتجنب تدخل السلطة التنفيذية في تسمية أصحابها، ومن أجل توضيح مفهوم التشاور، سؤالك وين تقبليك التشاور بينهما واللي في نفهم كو ديسيجن، لأنه يحمل بذور الانسداد للبلوكاج في تسميتهم وبالتالي عرقلة سير المرفق القضاء والإضرار بحقوق المتقاضين. عندنا رئيس أول محكمة استئناف خرج دقائق باش يتسمى أنا ولا الهيكل ولا سيراس، ما تفهموش
زوز رؤساء رغم التشاور، شوف يصير، يصير البلوكاج. وعليهم على القضاء أن يدافعوا عن سياسة جزائية للدولة تبقى معايير التشاركية والمشروعية، أي التوافق بين من يمثل البرلمان والسلطة التنفيذية والمجلس على القضاء. وعلى القضاة أيضا أن يطالب بحصر آلية العفاء في حالة القصور المهني لا غير، بهدف تجنب الانحراف بهذه الآلية وأعمالها في الوضعيات التأديبية، كما حصل وأثبته القضاء الإداري في مناسبتين بعد الثورة، فيفري 2011 6 قضاة، جوان 2012 72 قاضي. وأن يضغط كذلك على المشرع لإصدار قانون خاص بتنفيذ الأحكام الإدارية، لأنه كما كتب سيدنا عمر رضي الله عنه في رسالته الشهرية للقاضي أبي موسى الأشعري: لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له. وعلى القضاة أخيرا أن يطالبوا بأن تكون التقارير السنوية لمحكمة التعقيب ولمحكمة المحاسبات وللمحكمة الإدارية مصادقا عليها من أعلى هيئاتها القضائية، وهي الدوائر المجتمعة والجلسة العامة، بهدف تحقيق التشاركية والمصداقية ورفع الجودة. كما أنه على الحقوقيين وعلى الهيئة الوطنية للمحامين أن يدفعوا في اتجاه أن يكون غير المنتخبين في المجلس على القضاء منتخبين من أهل المهنة، أو على الأقل مرشحين من قبلهم ثم منتخبين من السلطة التشريعية أو من اللجنة المختصة داخلها. الفرع الثاني، رهانات الرقابة الدستورية، وهنا بشخص برشا تقاطع مع الكلام اللي كان فيه مداخلتي أمين محفوظ. كما سلف بيانه، نرى أن الرقابة الدستورية في القوانين هي من الشروط الأساسية للسيادة والتقدم، التي هي مفهوم أوسع من مفهوم الديمقراطية كما سلف بيانه. ومن دون رقابة دستورية قضائية ناجعة يصعب بل يستحيل الحديث أصلا عن الديمقراطية وتفريعا عن نهاية الاستبداد. والقانون الفاسد أي المخالف للدستور يشكل بداهة أولى مداخل الدكتاتورية. بالرجوع إلى الدستور نلاحظ مرحلتين متعاقبتين قبل إنشاء المحكمة الدستورية وانطلاقا من إنشائها. ما قبل إنشاء المحكمة الدستورية؟ جاء في الأحكام الانتقالية أنه سيتم بمقتضى قانون أساسي إحداث هيئة وقتية لمراقبة الدستورية، وذلك في ظرف 3 أشهر مصادقة على الدستور. التركيبة عليها لن أطيل سي أمين. 3 مآخذ عندي. رئاسة المحكمة الهيئة الوقتية من قبل القاضي عدلي لا يجوز منطقا، لأنه المتعايش مع القانون العام وكان مسلم. هذا قال ديلوغ لوحدك. وقال إذا التركيبة عليها سي أمين: منع الدفع، تحسين القوانين الفاسدة زمن الدكتاتورية وبعد الثورة. قوانين فاسدة قبل الثورة وبعدها. هنا نلاحظ مفارقة ظاهرية. ضحايا الاستبداد والرافضون لقوانين الاستبداد مصدر التحسين. لو تمعنا في التحليل ومن زاوية العلوم السياسية نجد أنه لا تناقض ولا مفارقة، بل نتيجة منطقية. ماذا يقول التاريخ؟ من عانى أكثر من الاستبداد لم يكن يناضل من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، بل كان يناضل من أجل الوصول للحكم ومن أجل على الأقل بالنسبة لشق منه إحداث دولة ديمقراطية كيانية. إذا منطقيا فسأنه سيتمسك بالتبعية إن وصل للحكم، وهو ما تحقق بقوانين الاستبداد وهي ذات القوانين التي قادته للسجون والمنافع. لكن قبل إحداث هذه الآية شنو هو الوضع؟ الفراغ كما قال صديقي. خاصة أنه في نفس الأحكام جاء ما يفيد صراحة تعتبر سير المحاكم غير مخولة للمراقبة الدستورية القوانين. وهذا الفراغ ولد خطرا محققا بما معناه حقيقيا وجديا وحيديا، يتمثل في رغبة الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي الذي أضحى برلمانا لا غير في تمرير أقصى ما يمكن من القوانين وفي أقرب وقت، والتي تهدف إلى أسلمة أكثر من النصوص التي تهدف إلى أسلمة البلاد والتمكين من أجهزتها، أو لنقل إلى أحداث دولة دينية موازية. وكل وكل هذا قبل أحداث الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية مشاريع القوانين. ومن أدلة المشاريع التالية والمسجلة كلها وعاينت ذلك في البيرو دو سنترال دو لانسي. أولا إحداث البيت التونسي للزكاة ديبوزي 17 جانفي هذا 14، قانون المصارف الإسلامية رتبتهم زمنيا.
قالوا المصارف الإسلامية 20 جامع، قالوا المساجد 24 جامع، مناقشة المرسوم تاع السيدة 28 جامع. ألم يقل يوما من كان متعرضا للاستبداد بما معناه أن القوانين لا تخرج، لأن العبرة في من يطبقها وكيف يطبقها؟ أو لم يقل لاحقا أنه يمكن القبول بالديمقراطية كإجراءات لا غير؟ وعليه يتعين على القاضي العدلي والقاضي الإداري أن يلعبا دورهما والتصدي للقوانين غير الدستورية عند الطعن فيها بالدفع، سواء صادرة قبل الثورة أو بعدها، وذلك حتى تحت اختصاص زمني نتاع الهيئة الوقتية لتنازل الرقابة الدستورية القوانين إلى حين إحداث محكمة دستورية. والأساس في هذا، وأنا أوافق سيامين في هذا، هو دستورية أساس دائم وليس وقتي. أولا فصل 49 وتتكفل الهيئات القضائية بحماية حقوق الحريات في النهاية. ثانيا وعلى وجه الخصوص فصل 102 القضاء سلطة مستقلة تضمن رقابة عدل وعلوية الدستور. والأساس كذلك في قضاء المحكمة الإدارية القرار الذي سيكتب له شأن كبير في التاريخ 7 نوفمبر 2013 حيث وحرره أستاذي وعميلي وصديقي وهو حاضر سي الحبيب جاب الله، أقر مبدأ دوريا في حيثيتين، حيثية حول العدالة الدستورية وحيثية حول لابيليتاسيون ليسلاتيف، لابيليتاسيون 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 من دور القاضي الإداري أن يناقش دستورية القوانين بطلب من الدعم إلى حين إرساء قاضي إداري يتناول المسألة. وطالما لم يتوفر هذا الشرط فبالضرورة وبالتبعية اللهم ولنا الهبلة سنلقي على هذا المبدأ. ولا أتصور أن القاضي الإداري سيتراجع عن هذا الموقف المبدئي، خاصة أنه صادر عن سلسلة أعمال قضائية 15 عضو من أكبر القضاة في السن، فضلا عن أنه من المتعارف على القاضي الإداري منذ ولادته تحت بورقيبة 7 نوفمبر تحت الباشا تحت الترويكا أنه مستقل وثابت في مواقفه الفقه القضائية المبدئية. وإن حدث أن تراجع فلم يحصل ذلك بفعل ضغط سياسي، وإن تلبس بغطاء نص قانوني مهما علت رتبته وكان ينال من حق التقاضي أو من الحريات أو من الوظيفة الدستورية القاضي. ناهيك أن الراهن لاحق لثورة ولميلاد دستور ضامن للحقوق والحريات وضامن استقلال القضاء. بخصوص المحكمة الإدارية مش لازم نتكلم فيها، مش حبيت لا باش نعطيك الحاجة اللي نتاع لا فيو دو براتيسيان نو با دو تيوريسيان أساء على التركيب وعلى القوانين. أنا أقول لكم بتجربة، يمكن الحصول على مؤسسات مستقلة وفاعلة وإن كانت تحكمها قوانين غير ديمقراطية أو فاسدة بفضل نوعية في رجالها ونسائها. من اكسبيريونس تريش ومحمى الإدارية تعرفوا لي زوم لي فام بيان سور فون لي انستيتيسيون ايرارمون لانفيرس. وعليه يتعين الانتباه كثيرا للشخصيات المعنية والشروط المستوجبة، وهي بالأساس في رأيي الاستقلالية، الحياد، رفعة الأخلاق. دونك ما عنديش حظوظ أنا سي عيال ولا فيك بونسي جو سوي سور رفعة الأخلاق والدراية المهنية والفنية وخاصة المعرفة القانونية لا العقدية أي المتخصصة بل المعرفة الأفقية بما تضمنه من تداخل والتمكن الأدنى من الفلسفة التاريخ والجغرافيا والاقتصاد وعلم الاجتماع. في الخاتمة هذه كمان زوج نقاط فقط. نقطتان، لقد ضرب القضاء في مقتل من قبل الأغلبية المهيمنة، شكرا، المجلس الوطني التأسيسي عبر التراجعات عن مضامين نسخة جماعة 2013، التسمية في المنطقة السامية بعد الصيف جابوها لنا، إخضاع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية الحكومة بعد الجماعة، وسحب الرقابة الدستورية خاصة من المحكمة الإدارية. تراجعات ناتجة عن عديد الأحكام العدلية المعاكسة لرغبات الحزب المهيمن على السلطات الثلاثة تأسيسية، تشريعية، تنفيذية، ومنها إطلاق سراح صاحب قناة تلفزيونية تندرج في زمرة أعلام العام،
وإطلاق سراح عديد وزراء النظام السابق، وأخيرا التتبع الجزائري الجدي تجاه الوزير الخارجية السابق والذي هو من قيادي الحزب الحاكم. إلى جانب إقرار المحكمة الإدارية من قبل الرئيس الأول المحكمة الإدارية في توقيف تنفيذ أعمال الإنجيل وزيادة النواب، ومن قبل الجلسة العامة الاستشارية المحكمة الإدارية قضية بغدادي محمودي والذي دفن ولن يرى النور حتى بعد الانتخابات، والجلسة العامة القضائية التي قررت إبطال كامل عمل لجنة فرز أعضاء الإنجيل وإقرار مبدأ الرقابة الدستورية للقوانين بوجه الدخل، ومن قبل الدوائر الابتدائية التي أصدرت أخيرا حكمين في إلغاء قرارين في الإعفاء القضاء. كما تزامنت هذه التراجعات مع تهافت النظام الإخواني في مصر وفي تركيا، واتهم القضاء في البلدين بالانتماء إلى الدولة العميقة، وفي مصر علاوة على ما سبق بالتواطؤ مع الانقلابيين، وفي تركيا علاوة على ما ذكر بخدمة أجندات سياسية داخلية وخارجية. المسألة الثانية وأنهي، شكرا وسامحوني على الإطالة. قال فرانسوا ميتيران جون أفريك يخرنون صفحة 2: لا ديموكراسي سي أوسي لو دروا انستيتيسيونيل دو دير دي بيتيس. ونقول اقتباسا منه: لا ديموكراسي ان تونيزي سي أوسي لو دروا دو سينيور كونستيتيوان سيدو نفسيلي دو برودوير دي زينيبسي دو موا دي بيزاردي. وسأكتفي بحقيقتين. الحماقة الأولى: الفصل 20 بتاع الدستور الصغير تحركت له أختي سلسبيل والذي أنا متمكن منه حتى طبقناه في بغدادي محمود. الفصل 20 من الدستور الصغير يحكي على التلف شياط الشوش كنت عارف. الفصل 20 من الدستور الصغير ماذا يقول في حال تنازع اختصاص بين رأسي السلطة التنفيذية؟ يرفع النزاع أمام الجلسة العامة المحكمة الإدارية هكا ولا مش هكا. نمشي للأحكام الإنتقالية، ركزوا معايا. يقول الفصل 20 هذايا ينتهي أمره مع انطلاق أمان الحكومة الجديدة ما بعد الإنتخابات. واضح المشوار. المحكمة الدستورية هي التي ستتكفل بهذا الإختصاص هكا ولا مش هكا. وبين الفترتين ماذا سيقع؟ الفراغ. وإن حصل تناجع وتشابك بين رأسي السلطة التنفيذية، خاصة إن كان لا ينتميان لنفس الحزب أو لنفس الائتلاف، يبقى فرازا، أون كريس بوليتيك أون بلوكاج بونسيونيل. هذايا من فطنتي وإبداعاتي سيدي نفسي. النقطة الأخيرة، أكاو هما كلمة برا، والله تفهم هذايا ضريب معاك ضريب. القاضي الإداري من سوريا وفي جبل الله وقت بوركيبا وقت الزين لم يكن مهددا بالإعفاء. سبحان الله، وبفضل الثورة وإبداعات مجلسنا الموقر الآن يمكن أن نعفى من وظائفنا، ومنهم مخاطبكم، ونفس مخاطبكم يعطيكم السلامة ويشكركم على حسن السمع. بارك الله.